السلام عليكم حبايبي. طبعا بعد إجازة عيد اللي بتمنى إنكم تكونوا استمتعتوا واستانستوا فيها، وإن شاء الله كان عيد سعيد عليكم وعلى الأمة جميعا. اليوم رح نتوقف على شيء ونتكلم في موضوع جدا موضوع مهم وموضوع يعني يؤرق الكثيرين منا، وأغلبنا بفكر فيه أو حتى قبل ما يخطي أي خطوة بفكر فيه، بيكون عنده هاجس لهذه الصفة أو لهذه الشغلة إنها ممكن تصير وممكن ما تصير. اليوم حنتكلم عن الفشل. هل إنه هذا الفشل شيء إحنا نقدر نتجنبه؟ يعني شو ما عملنا، شو ما حاولنا، شو ما سعينا، هل نقدر نتجنب إن ما نفشل في الموضوع اللي بنيا؟ طيب أنا كشخص عندي موضوع أو عندي مشروع بدي أسعى فيه لإني أحقق فيه نجاح، إني أنا بدي أنجح في المشروع تبعي أو في المبادرة تبعتي أو في أي موضوع بتطرق له، لكن بضل عندي موضوع الفشل هو هاجس، هو ممكن يكون سبب يمنعني من العمل، يمنعني من احترف الشيء اللي انا بحبه، يمنعني من الاقدام. الفشل يعني بسبب خوف داخلي بيخلي البني ادم ما يقدر يخطي اي خطوه، سواء مثلا في اي موضوع، في اي شيء انت حابب تعمله. لكن فعليا يعتبر الفشل عبارة عن جزء من مرحلة تعليمية في دورة حياتك. يعني اذا ما انت فشلت ما رح تنجح. اذا النجاح قد يسبق فشل مرة ومرات 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 ومرات. وبما انه احنا بنتكلم عن حياتنا اليومية وحياتنا على الانترنت وحياتنا العملية، فاكيد في كل مرحلة او في كل موضوع من هاي المواضيع له ابروتش او له جانب معين اللي يسعى إليه البني آدم في تحقيقه. إذن مع أي فشل ممكن يصيبنا حنحس إنه إحنا نضجنا أكتر، تعلمنا أكتر، والفشل هو الدافع الحقيقي لأن نصبح أقوى أكثر. فعليا أي بني آدم أو أي شخص ناجح في حياته أكيد مر بأيام كان فيها فاشل جدا، وأكيد مر بمشاعر الفشل اللي حاولت إنها تثنيه عن المضي قدما في 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 دورة حياته. وحتى البني آدم وإذا كان إن شاء الله مالك الدنيا كلياتها وكان فعلا حقق نجاح عالي، إلا إنه لا يزال يفشل. إذن اللي أعرفه واللي أنا مؤمنة فيه إنه أنا إذا بدي أو إذا أردت شيء في حياتي لازم أسعى وراء بكل ما أملك من قوة. إذن لازم أول شيء خطوات إني أتغلب أو إني أتغلب على فشلي أو إني أسعى إلى تحقيق نجاحي، أول شيء لازم أسعى بكل ما أملك من قوة وراء الشيء اللي أنا بدي أحققه. ثاني شيء لازم أكون واثقة جدا من نفسي، واثقة بقدراتي اللي من خلالها بقدر أحقق أهدافي. أكيد رح نخسر كتير مرات، لكن عادي، يعني الكل بيخسر ما في مشكلة. المهم إنه إحنا بعد كل خسارة نقدر نوقف على رجلينا من جديد ونحاول ونحاول ونحاول، لأنه كل عمل أنت بتشتغله في حياتك فيه تحقيق لأحلامك وطموحاتك، أكيد بالنهاية حياتي ثمرت هذا الشغل وثمرت هذا العمل والمجهود اللي أنت عملته. بس ما عليك غير أنك تصمد،
انك تواصل. يعني انا بالنسبة لي لما بدأت اعمل مشاريعي سواء على شبكة الانترنت او حتى مشاريعي الخاصة العملية، كنت قبل ما أبدأ في أي حلم أو طموح أو أي مشروع كنت أخاف كثير، وكنت أنا داخليا أحس أني أكيد رح أفشل، في عندي ثقة بالفشل. لكن أنه كنت أقوم وأنهض وأقول عادي، يعني بفشل لكن ما رح موضوع الهاجس بالفشل يثنيني على إني أسعى وأوقف مهما كلفني الأمر. يعني أنا ما أجني أي بني آدم ما يقدر ينجح إذا ما فشل، لأن المحاولات الكثيرة والكثيرة والكثيرة بتغير شغلات أنت ممكن تكون حاططها قدامك، بتكتشف إنه هاي ما بتزبط معك، لازم تتغير علشان تمشي في مسار الصح أو مسار اللي حيحقق لك عائد أو ربح أو حيحقق هدفك المرجو. إذن لازم إنك تصير تعدل في هذه الشغلات اللي واجهتك عشان تقدر توصل لهدفك. دعونا نقرب بعض الأمثلة من واقع الحياة التي نعيشها. مثلا الحين في الترندينج اللي قايم في العالم كلياته، اللي هو الفاشينستات والسوشيال ميديا واليوتيوب والفولوورز والمتابعين و و و و و. طيب أنا الحين قبل ما أتكلم في هذا الموضوع، لو أنا فكرت إنه مثلا عندي سفرة ماشي وسافرت وقلت بدي أستغل هذه السفرة إني أعمل من خلالها بزنس ما أو مشروع ما، على أساس إني أطلع مثلا من السفرة مربح أو أطلع مثلا تكاليف سفرتي، وإني بالنهاية أكون عملت شيء مفيد لنفسي وفي نفس الوقت استمتعت من السفر بالسفرة. إذا أنا ما كنت مرتبطة بفكرة أو بعمل معين أو أنا مسافرة، ما رح أقدر أوصل لشيء. إذا لازم يكون في هدف، لازم يكون فكرة ما من خلالها أقدر أشتغل عليها مثلا خلال فترة سفري عشان أطلع منها ناتج أو مردود. طيب الحين مثلا هدول الفاشينستات وال لامعين في السوشيال ميديا واللي عندهم قنوات يوتيوب و و و اكيد عندهم متابعين، لانهم هم اللي تسببوا بالنجاح لهم. طيب هدول المتابعين هل في يوم وليله تشكلوا؟ انت تقدر يعني خلال مثلا شهر على طول طلعت مثلا 1000 متابع أو 10,000 متابع أو 100,000 متابع؟ لا طبعا، انت قعدت تسعى وتتعب وتعمل فيديوهات وتحاول تنتشر على السوشيال ميديا على أساس انك توصل لعدد كبير من المتابعين، وطبعا هذا ما وصلت له إلا نتيجة ثمرة جهدك ونتيجة انك قدمت محتوى جذب انتباه المتابعين. إذن المطلوب منك إنك تواصل، ما تتوقف أبداً أبداً، إنك لأنك إذا توقفت ما رح يصير شيء، لازم كل إنك تبدأ وتضلك مستمر، ما توقف مهما صار لازم تضل مواصل في عملك. الشغلة إذا في استراتيجية معينة للماركتينج أو للترويج عن سلعة ما، أنت نفسك تعتبر سلعة. How to sell yourself، كيف ممكن تبيع نفسك؟ طبعا أنا أقصد أنك تبيع نفسك، تبيع اسمك أو تبيع براندك أو تبيع البزنس الخاص فيك، تبيع عقلك، تبيع whatever. أول شيء أنه في طرق جذب من خلالها يجب أو أنك تستخدم طرق جذب خرافية تقنع فيها العميل بعملية الشراء.
في هناك استراتيجيات معينة لاختيار المنتج المربح اللي من خلاله هتضمن انه كل ما تسوق له هيكون هذا المنتج ببيع حاله من حاله. عرفت؟ هاي الشغلة. الشغلة الثانية انك تستخدم طريقة التسويق بالعمولة، بحيث انك ما تتكلف شيء في عملية التسويق. انت عندك منتج ما او برودكت ما او whatever، خلص انت عامل شراكة مع اكس، حتروج لها المنتج باستخدام طرق معينة انت خبير فيها، فهذا في نفس الوقت انت ما تتكلف شيء في انه يكون هذا المنتج عندك بآلية ما. الاستخدام والمتاجر وإنشاء متاجر إلكترونية بتزيد من كمية المبيعات. طيب لو قلنا إنه الوسيلة اللي هستخدمها للترويج عن المنتج أو الترويج عن شيء ما هو اليوتيوب مثلا، نفترض لأنه يعتبر اليوتيوب موقع هو ثاني أكبر محرك بحث في العالم، وفي نفس الوقت مملوك لمحرك رقم واحد اللي هو الأكبر محرك بحث في العالم. فيعني أنه أي بني آدم رح يجي يحط سؤال من خلال اليوتيوب وحيلاقي الحل. بس أنه انت وظيفتك انك تخلي نفسك في الواجهة عشان يتم العثور عليك. طيب في نفس الوقت احنا تكلمنا انه لازم يكون عندك متابعين و و و و هو فعليا لا يتعلق الامر بعدد المتابعين او المشتركين في القناة، انما يتعلق الامر بالجودة، بجودة المشاهدات. يعني يكون عندك 100 شخص او 100 مشاهدة مستهدفة لأشخاص فعلا مهتمين، أحسن من يكون عندك 10,000 عشوائيين ما بيفتحوا القناة تبعتك، ما بيستمعوا لفيديوهاتك، ما بيشوفوا إيش المنتج اللي بتطرحه، ما مش مهتمين بالموضوع المحتوى اللي أنت بتتكلم فيه. وعشان يشتروا أو علشان الناس تتابعك أو يجب أن يعرفوك ويتعرفوا عليك. جدا جدا مهم إن هالناس تتعرف عليك. وطبعا هذا يمكن تحقيقه من خلال بناء فيديو على قناة اليوتيوب يكون ثابت، تتكلم فيه عن نفسك، عن إنجازاتك، إيش الهدف من القناة أو إيش الهدف من المنتج تبعك أو البزنس تبعك، وهكذا بحيث أنك ترغب الجمهور فيك ويصيروا يتابعوك. إذن إنك الهدف من الـ الأساسي هو إنه تنعرف للعالم، تكتشفك الناس، تعرف قناتك أو تعرف وسيلة ترويجك عن نفسك أو عن المنتج تبعك، عشان يوصلهم ويوصل لرواد الأعمال ويوصل. إذن هذا كلياته لازم أول شيء لو بدنا نلخص كل الكلام اللي حكيناه، لازم يكون عندك موضوع معين أو موضوع مضمون تحقق من خلاله النتيجة المرجوة. لازم يكون عندك فكرة، محتوى، استراتيجية سرية خاصة فيك. لازم يكون عندك طبعا إذا أداة تنشر من خلالها أفكارك، منتجاتك، الشيء اللي بدك تروج له عشان تحقق في نجاحك. بعدين دائما كون ما توقف عن العطاء، دائما انتج 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 وبقى منتظم على أساس انك تجعل حياتك على وسائل التواصل سهلة. دائما كون يعني مستمر في العطاء. اكتب شيء أو خد لك شيء خاص فيك يميزك. هذا هو السر الخفي لأي نجاح. استخدم مصطلحات خاصة فيك في الترويج أو في الحديث عن نفسك أو whatever.
الأسلوب اللي بتصور فيه مقاطع الفيديو لازم يكون فيه التاتش تبعك، حتى في مونتاج المقاطع لازم تكون فيها احترافية عالية، وعلى أساس أنه كمان تنظم محتوى المحتوى تبعك على أساس أنه هذا رح يوصل لكل العالم بطريقة ما من خلال الوسيلة اللي اعتمدتها. بتمنى أنه الكلام اللي أنا حكيته يكون استفدت منه، لأنه فعليا إحنا كل يوم لما نقوم الصبح بنستيقظ مبكر دايما بنفكر بنقول يا رب اليوم يكون أفضل من أمس، أفضل من مبارح. فكل ما اقتنعت وآمنت بهذه العبارة أكيد رح تكون حياتك تتحول الأفضل. فالحياة عبارة عن عجلة تنمو عجلة مستمرة لتحقيق الآمال والأهداف والطموحات، لكن أنت فعليا اللي بتحدد كيف بتكون وجه هذه الحياة اللي أنت عايشها، كيف ممكن تخليها تستمر، كيف ممكن تخليها تحقق أهدافك. فلازم أنه كل يوم تستفيد منه، تتطور فيه أكثر، تركز فيه أكثر، تقترب من أحلامك أكثر ومن طموحاتك، لأنه فعليا كلنا نستحق، أنا وإنت وهي وهو كلنا نستحق أن نعيش حياة مليئة بالسعادة، مليئة بالحرية، لأنه فعليا إحنا عايشين حياة واحدة، حياة واحدة يا صديقي ويا صديقتي. لا ما بيسوى ان نعيشها بشكل مكتئب. الحياة جميلة، الحياة تستحق ان نعيشها بسعادة. اذا انت بدك تلف العالم فانت تستحق انك تلف العالم. اذا انت بدك تشتري سيارة غالية او سيارة ليميتد اديشن فانت تستحق انك تشتريها. لازم تكون مؤمن بنظرية الاستحقاق. اذا عبالك تشتري الشنطة الليميتد اديشن انت بتستحقيها. فاستمتع بحياتك، استمتع بكل شيء حواليك، طور من نفسك، لكن بنفس الوقت ما تحس انه هذا التطوير هو عبارة عن شيء لازم، هو عبارة عن عمل او هو لا. استمتع وانت بتطور من حالك، استمتع بكل شيء حواليك، استمتع بحياتك، طور، شوف الاشي اللي بريحك وامله وابدع فيه. في نفس الوقت اعرف انه اي شيء انت بتعمله لازم يكون فيه من وراء عائد، بالتأكيد هذا العائد لازم يكون عائد مادي. يعني لازم احنا بنشتغل، احنا بالاخر لا بنشتغل عشان يكون عنا فلوس، عشان هيك احنا بنشتغل، عشان هيك احنا بنسوي المستحيل عشان نحقق اهدافنا، اهدافنا المالية طبعا اللي بتندرج مع هدفنا وطموحنا اللي احنا شغالين عليه. واستمتع بقدر الامكان وانجوي الحياة، انجوي اللحظة، وفي نفس الوقت انت اشتغل، استمتع وحقق الاستقرار المادي والمعنوي لنفسك ولحياتك. وشكرا لكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الكلام اللي حكيناه اليوم، وفيكم تشتغلوا فيه على انفسكم. واذا في عندكم اي تعليق اي طلب ياريت اكتبوا لي تحت في الكومنتس. والى لقاء اخر، وشكرا على المتابعه.